السلام عليكم إخواني، ومرحبا بكم في قناتكم استفهام عام. أولا أعتذر منكم إخواني عن هذه الغيبة الخارجة عن إرادتنا لظروف العمل كما تعرفون. اليوم إن شاء الله سأشارك معكم مذكرة نوتبوك مجانا، وسأريكم طريقة البحث عن عنوان مربح لرفعها به. هذه المذكرة شاركها معي أحد الأصدقاء، أرجو منكم الدعاء لها في الغيب. قبل البداية إخواني، ادعمونا بالاشتراك في القناة لتشجيعنا على بذل المزيد والمزيد من الجهد ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. وأعدكم إن أعجبتكم الهدية فسوف أقوم برفع هدية مثلها عند تحميلي لأي فيديو جديد إن شاء الله. وأي تساؤل أو مشكل واجهك ضعه في التعليقات وسأجيبك عليه في أقرب وقت ممكن. فكما تشاهدون هذه هي المذكرة، مذكرة جميلة جدا. انظروا إلى المحتوى الخاص بها، يعني هنا التاريخ وكذلك رسم مع خطوط، يعني طريقة تظهر للمشتري بشكل احترافي وجميل. وهي تتكون من 109 صفحات، وهي بليد، لذلك حاول عند رفعك لهذه المذكرة أن تجعلها بليد. والقياس 6×9، لأن المذكرات بجميع أنواعها ترفع على هذا القياس 6×9. والآن سأريكم طريقة رفع هذه المذكرة بعنوان احترافي يأتينا بمجموعة من المبيعات بإذن الله تعالى. فأولا نتوجه إلى أمازون، ثم نختار نغير العنوان الخاص بنا، نضع US مثلا أمريكا، ثم نختار هنا كتب يعني بوكس، ثم المذكرة عبارة عن رسم لأونيكورن، يعني نضع أونيكورن نوتبوك، وهنا سوف تظهر لنا مجموعة من الاختيارات. شاهدوا معي إخواني، ما عليكم إلا تحميل الأداة التي شرحنا في الدرس السابق أو الإحالات لزيكستانسيون التي قمنا بشرحها سابقا. فمثلا عند ظهور هذه النتائج ما عليك أخي الكريم إلا اختيار واحدة من هذه النتائج ثم دراستها على حدة. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لنا في هذه الاختيارات؟ أولا يجب أن تكون النتيجة هنا أقل من 1000، يجب أن يكون تاريخ رفع هذا الكتاب أقل من 3 أشهر أو 4 أشهر على أقصى تقدير. ثم الشرط الأخير هو البسعر، هذا البسعر إخواني يجب أن يكون أقل من 500 ألف. إن توفرت لنا هذه الشروط في الكلمة التي وضعنا في البحث فما عليك أخي الكريم إلا اختيارها كعنوان أساسي للنوتبوك الخاص بك. إخواني الكرام، يعني قبل المرور لهذه المرحلة أريد أن أوضح شيئا بسيطا، فليس من الصعب أن أعطيك النيتش وتشتغل عليه، لكن إخواني فمجموعة من الأشخاص يشاهدون هذا النيتش، إذن فإنه لن يصبح نيتش. فليس لدي مشكل أن أشاركه مع 4 أشخاص 5 أشخاص، لكن إذا شاركته مع العديد من الأشخاص فلا أحد فينا سوف يربح. لذلك أنا أريك كيف تصطاد السمكة ولا أعطيك سمكة. لذلك أخي الكريم، فهذه الطريقة التي تشاهدها الآن هي الطريقة التي أقوم بها للبحث عن الكلمات التي سوف تأتيني بربح كبير أو بنيش مربح. كان هذا هو درسنا لليوم، لا تنسوا إخواني دعم القناة بالاشتراك، ثم إن أعجبكم الفيديو الضغط على زر إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وأعدكم أن الفيديوهات القادمة كلها ستكون هدايا بفضل من الله سبحانه وتعالى.